انطلقت النهاردة امتحانات نهاية العام للثانوية العامة. أدى حوالي 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول للثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية في أول يوم بامتحانات نهاية العام الدراسي، حيث بدأت لجان الامتحان بالاختبار الورقي والذي يمثل 30%، ثم حصل الطلاب لمدة 15 دقيقة وبعدها اختبروا في الامتحان الإلكتروني الذي يمثل 70 من إجمالي عدد الأسئلة. وأكد طلاب الثانوي العام بالصف الأول الثانوي انتظام منصة الامتحان الإلكتروني في مادة اللغة العربية ودخولهم على المنصة بشكل سهل دون مشاكل في الإنترنت، فيما تمكنت فرق التطوير التكنولوجي بالمدارس من التعامل مع مشكلات خروج بعض الطلبة من المنصة بشكل مفاجئ وتذليل العقبات التكنولوجية البسيطة التي تظهر أثناء أداء الطلاب الاختبار منها تسليم الامتحان. أكدت طالبات مدرسة الأرمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية أن مستوى الامتحان متوسط من حيث الصعوبة في الجزء المقالي له، وتضمن الاختبار 5 أسئلة يجيب الطالب في نفس كراسة الأسئلة، حيث تركت اللجنة الفنية المسؤولة عن وضع الامتحان مساحة ومسودة للطالب للإجابة عن الامتحان، كما تم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم الخاصة بامتحان اللغة العربية. تعقد الامتحانات بالمدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021-2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين. في الفترة الأولى يكون الامتحان ورقيا أسئلة مقالية، وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان. أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا أسئلة اختبار متعددة من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان. وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيا وتجمعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين. إذن قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تصميم أسئلة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك أسئلة امتحانات الثالث الثانوي من نوعية اختيار من متعدد وبشكل لا يحتاج تطبيق خطوات على الورق لحلها حتى في المواد العلمية، مشيرا إلى أن الطلاب لن يحتاجوا إلى أوراق بيضاء للإجابة. أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بإعداد ورقة المفاهيم للصفوف الأول والثاني ثانوي وكتيب المفاهيم للثالث الثانوي، ويتم تسليمها مع بدء الامتحان، على أن يسلم الطالب هذه الأوراق أو الكتيبات مع انتهاء الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها. تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له: سوف تتيح الوزارة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب الثالث الثانوي إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي. وأضاف وزير التربية والتعليم: لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، وتم توفير ما يحتاجه الطلاب من واضعي الامتحانات. أشار أيضا الدكتور طارق شوقي أن الجزء المقالي والإلكتروني لأي مادة هما امتحان واحد، وبالتالي التخلف عن الجزء المقالي يعتبر غياب في الامتحان أو عن الامتحان، ويعتبر الطالب راسبا في هذه المادة على الطالب تأدية الاثنين معا. إذا أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي هتكون بدرجات، لأن كل ترم يمثل 50% من الدرجة النهائية، ولن تكون اجتيازا أو عدم اجتياز كما اجتهد البعض. ومن جانبه قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة إن تصحيح الامتحانات لطلاب الثانوي العام الورقية يتم أول بأول وبشكل يومي، لافتا إلى أنه لا توجد أي مشاكل وتسيير الامتحانات على مستوى المحافظة بشكل منتظم دون مشاكل. أيضا وجه فريق التطوير التكنولوجي بمدرسة الأرمان الثانوية بنات بإدارة الدقي التعليمية تنبيهات للطالبات بعد محاولة الغش
مؤكدا أن أي محاولة تتسبب في الخروج من منصة الامتحان الإلكتروني وتجعل الطالب يتعطل في أداء الامتحان بشكل متواصل. كما نبهت المدرسة على الطالبات بأنه سيتم تحريم محاضر غش لأي طالب يحاول أن يغش. إذن بحسب جدول الامتحان يؤدي الطلاب اليوم الأربعاء 11 من مايو امتحان مادة اللغة العربية، السبت 14 من مايو الكيمياء والجغرافيا، الاثنين 16 من مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، والأربعاء 18 من مايو اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 21 من مايو الفيزياء والفلسفة، و23 من مايو الرياضيات، والأربعاء 25 من مايو الأحياء. إذن فيما يتعلق بامتحانات الصف الثالث الثانوي، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كتيب المفاهيم لكل المواد للصف الثالث الثانوي العام ستقوم الوزارة بإتاحته إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية شهر مايو الحالي، وذلك حتى يتعود عليه الطلاب قبل الامتحان ويطمئنوا أنه يحتوي على ما يريدون ويحتاجون. إذن إلى هنا مشاهدينا ومتابعي شاشة تلفزيون يوم السبعة تنتهي هذه التغطية. شكرا لكم وإلى اللقاء.